السلام عليكم أعزائنا الطلبة، هاي محاضرتنا الرابعة بمادة مهارات الحاسوب. اليوم راح ناخذ الجزء الثاني من طرق الإدخال ونكمل الشيء اللي بديناه بالمحاضرات الماضية. طبعا احنا بالنسبة لطرق الإدخال تعلمنا انه اكو اربع طرق من الإدخال، فشرحنا بأحد المحاضرات السابقة اثنين من هاي الطرق اللي هي طريقة الإدخال المباشر، يعني هنا اذا اريد نكتبها على الكوماند ويندو الادخال المباشر، مثلا عندك عدد قليل من الارقام، خلينا نقول اكس يساوي لي 2. هنا انا دخلت قيمه اكس وطيتها طيتها المتغير اللي هو 2، فهسه من اضغط الانتر نشوف انه البرنامج تقبل الادخال عندي. فاقدر هاي اكررها لعده يعني متغيرات، مثلا اقول له اكس يساوي لي 2، اخلي مثلا فارزه، اقول له مثلا واي يساوي لي 7، زد يساوي لي 5. فهنا اخذهم الاكس والواي والزد، هاي تعتبر الطريقه الاولى من طرق الادخال. بس اذا نظفنا الشاشه، الطريقه الثانيه اللي اخذناها لما يكون عندي يعني مجموعه من الارقام، فالارقام العشوائيه اللي ادخلها، فهنا لما يكون عندي مجموعه من الارقام من غير العملي انه يعني اخصص متغير لكل رقم، مثلا عندي 10 ارقام مختلفه اريد ادخلها، فراح اطلق عليها كلها الرمز اكس واقول اكس يساوي، افتح قوس مربع وادخل الارقام. اقدر اخلي فراغات بيناتها 2 5 7 8 10 ناقص 3 ناقص 4 7 0. هسه يعني كم رقم عندي؟ 2 4 6 8 بعد رقم 6. هاي العشر ارقام كلها دخلتها واستعملت الاقواس المربعه حتى كلها اضمها واسميها باسم واحد، سميتها اكس، فهي تعتبر مصفوفه من سطر واحد واطلقنا عليها المتغير اكس. فهسه من اضغط انتر راح نشوف انه البرنامج تقبل كل هاي العناصر، فهي تعتبر عندي الطريقه الثانيه من طرق الادخال، من عندي مجموعه من الارقام فاستعمل الاقواس المربعه حتى كل هاي الارقام اسميها باسم واحد اكس، فكلها راح تسمى بالمصفوفه اكس. اليوم راح ناخذ ايضا على يعني طريقه اخرى من طرق الادخال ممكن استعمالها من يكون عندي مجموعه من الارقام. هنا المجموعه اللي راح ندخلها يعني تكون مجاميع نسميها نظاميه الرينج، يعني شنو؟ مثلا عندي ارقام خلينا نقول من 1 إلى 10، خلينا ننتقل هنا الى الايديتر، فراح نكتب في برنامج بسيط ونشوف شلون ندخل بها الارقام. نبدي بالبدايه كلير clc، نجي عندي مثلا مجموعه الارقام اللي هي من 1 إلى 10. طبعا هنا من تكون الارقام ارقام نظاميه ويعني اعرف نمط تغير هاي الارقام، مو بالضروره كلها ادخلها، اكتفي فقط بادخال اول رقم واخر رقم. فإذا أريد أدخل الأرقام من 1 إلى 10 أقول له إكس يساوي لي 1، أستعمل هذا الكولون أوبريتر اللي هو النقطتين وأنطي الرقم يعني نهاية هذا، فيمثل عندي أول رقم أذكره هو بداية الأرقام، والرقم الأخير أو الرقم الثاني هو نهاية الأرقام، والفاصل اللي بيناتهم إذا اكتفيت فقط بهاي الصيغة راح يكون يعني مقدار الزيادة هو 1، من يعني الرقم الصغير إلى الرقم الكبير والزيادة تكون بمقدار 1. اوكي، يعني هسه هذا اذا نفذت البرنامج، طبعا ايضا راح يطلب مني اسم راح اسميه ماتلاب اندرسكور 4 واخليه بالديسكتوب، اقول له سيف تشينج فولدر، فراح ينطيني الارقام من 1 إلى 10. طبعا اياها كلها على الكوماند ويندو، تلاحظون هاي الارقام من 1 إلى 10، فما دخلت كل الارقام، فقط اكتفيت بادخال الرقم الاول والرقم الاخير. طبعا اقدر الادخال ايضا يتم بالعكس، يعني من الكبير الى الصغير، اخلي الرقم الكبير بالبدايه 10 واخلي النقطتين. هنا مني ابدي من الصغير من الكبير عفوا الى الصغير لازم احدد له نمط التغير حتى اذا كان 1، فالنمط اكيد راح يكون ناقص 1 الى حد الواحد. فهنا بهالطريقه راح يبدي يدخل لي الارقام من 10
نزولا الى الواحد، يعني بترتيب تنازلي. اوكي، فهسه اذا نفذنا البرنامج مره ثانيه نشوف هسه الارقام بالبدايه كانت تصاعديه من اليمين، من العفو من اليسار الى اليمين، من 1 الى 10. هسه هنا راح تكون تنازليه من 10 الى 1. فنفذ البرنامج، لاحظ انه الارقام هنا بدت من 10 الى 1. اوكي، طبعا هنا اذا اريد اغير نمط الطباعه اخليه افقي، يعني نلاحظ انه مرات ما تكفي عندي الشاشه، فاقدر انطي متغير اخر، هذا يسده مثلا، خلي لك فارزه منقوطه حتى لا ينطبع، واخصص متغير اخر اسمه واي، او راسا اقول له ديسبلاي اكس، واخلي له هاي اشاره الاقتباس، علامه الاقتباس العليا. هنا انا راح يطبع لي الارقام عموديا. هسه من ننفذ البرنامج طبع لي الارقام عموديا من الرقم الكبير الى الرقم الصغير. اوكي، فهنا اذا من اريد ادخل الارقام ايضا دخلنا الرقم الكبير الى الصغير، بس اخلي شنو؟ اخلي الستيباتي او نمط، يعني مقدار الخطوه اللي يتحركها سالب. اوكي، اذا اخلي له هسه مثلا، اذا ما اخلي اي شيء راح يعطيني خطا. يعني اذا اكتفي بس اقول من 10 الى 1 وانفذ البرنامج راح يقول لي، يعني الحقيقه هو ما راح ينفذ شيء لانه من 10 ونزولا، فما راح يفتهم البرنامج ايش راح يصير، فلازم اوقف البرنامج او انطي رن مره ثانيه. هنا طبعا راح يصير عندي اشكال، فلازم اوقفه كنترول بريك. هنا في بعض الاحيان بالرن اذا تريد تجي تقول له توقف، ليش توقف، خلينا نعيد هذا وننفذه مره ثانيه من 10 الى الناقص 1، ننفذ هسه. فنفذ هذا، ف دائما من يعني من الطيفه عباره غير منطقيه، في بعض الاحيان البرنامج يعني يدخل باشكال ويسموه هولت، يعني البرنامج مثل ما قبل شويه صار، يعني في الحاسبه تتوقف عن الاستجابه الا اذا ضغطت الكنترول والبريك. عموما فهي تعتبر هي الطريقه الثانيه من الادخال. طبعا هاي الطريقه بها العديد من يعني المزايا، يعني اقدر مثلا الارقام اذا نرجع من الرقم الكبير، العفو الصغير الى الكبير، يعني اقدر مثلا ابدي خلينا نقول من الرقم 1، والخطوه مالتي اخليها مثلا بالبوينتس، يعني بوينت 2 التحرك مالتي الى حد الاثنين. هسه اذا الارقام راح تدخل، راح البرنامج يعني دا ادخل الارقام من 1 الى 2 بس يمشي بوينت 2 بوينت 2. هسه اذا نفذته لاحظ انه الارقام تبدي من 1 الى 2، فتبدي 1 21 14 16 18 الى 2. فالستيب مالت هنا اصبح اقل من من 1. ممكن ايضا ادخل ارقام كبيره، يعني ابدي مثلا من 10 الى خلينا نقول ال 100، والستيب مالتي اخليه خلينا نقول 25، او خليه 25، وهذا خليه نبدي من الصفر افضل. هسه اذا نفذنا نلاحظ انه يبدي من الصفر الى 100 ويمشي 25 25 مثل ما مكتوب. فاذا الرقم الاول هو بدايه الارقام النظاميه، بدايه مجموعه الارقام النظاميه، والرقم الاخير هو نهايه الارقام النظاميه، والبيناتهم هو الخطوه اللي دا يتحرك بها. فهاي الخطوه او الستيب اتحكم بها، يعني من اقللها يزيد عدد الارقام، ومن ازيدها يقل عدد الارقام. يعني صار 25، اذا انطيته 5 يعني يتحرك 5 5، فراح يدخل لي تقريبا 21 رقم، فيدخلني ارقام. شوفوا شوفون هنا بدا من الصفر ومشى 5 5 الى حد ال 100. واضح؟ زين. طبعا الستيب هاي ايضا ممكن، يعني الارقام الكبيره ايضا ممكن يكون يعني بطريقه معكوسه، يعني خلي مثلا بالبدايه 100 خلي يتحرك هنا 25، لازم اقول له هنا ناقص 25 ونزولا الى الصفر، فهنا راح يبدي من 100 وينزل الى الصفر. تلاحظون 175 50 25 وصفر. ها هي الطريقة الثانية بالإدخال، اللي هي عن طريق استعمال الكولون أوبريتر،
هاي النقطتين اللي استعملها لإدخال الأرقام النظامية. طبعا أكو طريقة أخرى أيضا للاستعمال اللي أقدر استعملها بإدخال الأرقام النظامية عن طريق الإعاز لين سبيس. هنا نلاحظ أنه طريقة الإدخال تعتمد على الستيب، يعني الستيب أنا أحدده، بس عدد الأرقام يعني قد يكون مبين عندي وقد يكون واضح. هنا لازم أعدها إذا كانت الأرقام مثلا كبيرة، يعني هنا عندي 5 أرقام، فهنا ما عندي تحكم بعدد الأرقام، عندي تحكم بالستيب. بس بالإعاز اللي راح ناخذ الإعاز الآخر اللي هو خلينا ندخل به مثلا الواي، نقول لين ال اي ان وسبيس، هذا هو إعاز ممكن استعمله لإدخال الأرقام، يعني أيضا مجموعة من الأرقام النظامية. هنا الطريقة شو تكون؟ راح أكتب لين سبيس وأفتح قوس. هنا لما راح أفتح قوس راح يقول لي هو مدام هو إعاز فراح يعطيني هو فد إشارة إنه أنت إنه نحن نستعمل إعاز. فأبدأ أيضا يعني بداية الأرقام أقول له مثلا من الصفر، أستعمل هنا فارزة مو كولن أوبريتر، وانطيني هات الأرقام خلينا نقول إلى 10. ورا الفارزة الثانية شو أخلي؟ أخلي عدد الأرقام اللي أريد أقسمها، فأخلي مثلا رقم 7. هنا بهاي الصيغة صيغة لين سبيس إيش دا أقول له؟ من دا أقول له واي يساوي لين سبيس من 0 10 7، يعني دخل لي الأرقام ابتداء من الصفر وصولا إلى 10 على أن يكون عدد الأرقام الكلي 7 اللي هي من ضمنها 0 و10، يعني 0 و10 وبيناتهم يختار مجموعة أرقام بحيث تكون المسافة بيناتهم متساوية وعددهم الكلي يكون 7 أرقام. فأنا خلي شوف شرح نطلع برنامج، راح نغير الديسبلاي هنا نخليه واي حتى يطبع لي المصفوفة الثانية ونسوي له رن. فنلاحظ ان انا دخل لي 7 ارقام 1 2 3 4 5 6 7، الفاصل بيناتهم متساوي زين. فهنا اذا تحكمت بعدد الارقام، انطيت ايضا نقطة البداية ونقطة النهاية، بس تحكمت بعدد الارقام بس ما تحكمت بالستيب. نلاحظ هنا انه الستيب هنا بالبوينتات، يعني مو من السهولة حسابه، تقريبا هو 1 و16، فهو البرنامج ليقسمه بحيث عددهم يكون 7 أرقام والفاصل بيناتهم أيضا يكون متساوي، يعني بين الصفر والواحد وستة عشر هو نفس المقدار اللي ما بين الواحد وستة عشر والثلاثة وثلاثة عشر، الفواصل بين الأرقام هي متساوية، فإذا هي مجموعة من الأرقام النظامية فعن طريق عدد الأرقام. فهي أيضا تعتبر طريقة ثانية ومفيدة لغرض التقسيم، يعني هنا نقدر مثلا نزيد عدد الأرقام، مثلا نقول له 9 أرقام من الصفر إلى 10، لما ننفذه راح يزيد لي عدد الأرقام. هنا تغير الفاصل، تلاحظون هنا يعني صار الفاصل هو 1.25، لأن الأرقام هي مو من 1 من 0 إلى 9 وإنما من 0 إلى 10، فالفاصل لازم يكون 1.25 حتى تكون 9 أرقام والفاصل بيناتها يكون متساوي، فبين رقم ورقم هو 1.25. تشوفون 1.25 2.5 3.75 5 وهكذا. فهي أيضا تعتبر طريقة أخرى مفيدة، تعتبر ضمن طريقة إدخال الأرقام النظامية. هذا ما يتعلق بإدخال مجاميع الأرقام النظامية. طبعا هنا نقدر ندخل يعني ستيب سالب، تقدر مثلا هنا عفوا ما نقدر ندخل الستيب السالب لأنه الستيب هو قلنا يحسبها، بس نقدر مثلا نقول له من 10 إلى 0 راح نحصل على نفس النتيجة بس ترتيب تنازلي. فإذا نفذناها شوف هذا العمود الكولوم راح يطبع بس بطريقة يعني خلينا نقول بالعكس، هذا لاحظ بدأ من 10 ونزل للصفر، بس هي نفس يعني هم 9 أرقام والفاصل بيناتها أيضا متساوي. الطريقة الأخرى اللي راح ناخذها حول إدخال الأرقام هي باستعمال الإعاز إنبوت. طبعا الإعاز إنبوت نستعمله شو وقت نستعمله؟ نستعملها من يكون عندي يعني من يكون المبرمج ما عنده علم بقيم الأرقام اللي يدخلها للبرنامج. شلون يشتغل الإعاز إنبوت؟ خلينا ناخذ متغير آخر، خليه بالأسفل حتى يبين، وعادة الإنبوت يكون في بداية البرنامج. فنكتب زد يساوي نكتب إنبوت ونفتح قوس، وهنا راح نخلي فد عبارة تقول للمستخدم
يعني حاول الشيء اللي يعني اريد ادخله البرنامج. مثلا اقول له انتر ون نمبر، ادخل لي رقم واحد، اوكي، واخلي مثلا علامة استفهام فقط للدلالة على انه ماني دا اطلب من المستخدم ادخال ارقام. نقدر هنا نقول له display z. فهنا انا هسه نجي ننفذ البرنامج، من يوصل البرنامج الى الإعاز اللي بي انبوت راح يتوقف، يعني هسه البرنامج ما عبر ونفذ الخطوات البقية، راح يتوقف عند هاي النقطة ويطبع الشيء اللي اني راح اذكره بين علامتي الاقتباس. فانش طبعت له انتر والنمبر، فادخل له رقم واحد، راح ادخل له رقم اربعة، فراح يطبع لي اربعة لانه اني بالنهاية حاط له display زيت اللي هو ادخل الرقم اربعة. طبعا اقدر هاي الطريقة استعملها لادخال اكثر من رقم، يعني بالملاحظة اقول له مثلا انتر 3 numbers، ثلاثة ارقام. وهنا الارقام اقدر تكون ممكن تكون عشوائية وممكن تكون نظامية، بس كل الادخال مالتها ايش وقت يتم؟ بعد تنفيذ البرنامج، يعني بعد ما اضغط على الرن. راح اقول له رن هنا 3 numbers، ادخل له ثلاث ارقام. فهنا اذا كانت الارقام نظاميه اقدر اقول له مثلا من واحد الى ثلاثه، اخذ لي ثلاث ارقام. فنفس الشيء ايضا استعملت هنا الكولون اوبريتر، بس ايش وقت تمت عمليه الادخال؟ بعد التنفيذ، يعني بالكوماند ويندو، يعني باستعمال الإعاز انبوت. وين تم عملية الإدخال؟ مو ضمن البرنامج، مو ضمن الإديتر، وإنما يتم بعد تنفيذ البرنامج ضمن الكوماند ويندو. يعني هسه راح أقول له أدخل ثلاث أرقام بس عشوائية، ايش راح أقول له؟ أيضا مرت الأخ أنفذ البرنامج، راح أدخل له أرقام عشوائية. العشوائية لازم أخلي أقواس مربعة، فأقواس مربعة أخلي مثلا ثلاثة ناقص واحد وسبعة، دخلت له ثلاث أرقام عشوائية. فهنا انا راح يطبع لي الثلاث ارقام اللي دخلتها. طبعا هاي الثلاث ارقام وقبلها الثلاث ارقام النظامية هي تمثل المصفوفة زد، لان انا الانبوت وين استعملته؟ ويا المتغير زد، وبعدين طبعت المتغير زد. فهي ايضا الطريقة الرابعة نقدر نعتبرها لادخال الارقام عن طريق استعمال الإعاز انبوت. هاي الطريقة نستعملها لما يكون يعني الادخال مالتنا عام، اي انه المبرمج يكتب البرنامج مالته في صيغة بحيث ممكن تتقبل اي رقم، اي رقم او اي يعني مجموعة ارقام. شكرا جزيلا اعزائنا الطلبة، وان شاء الله نلتقي في درس اخر.